بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك بقى اللي هنبدأ بيه النهاردة DFS Distributed File Server أو Server. تمام؟ إيه حوار Distributed File Server ده؟ هفترض دلوقتي إن أنا عندي Ethernet Segment. Ethernet Segment يعني Switch، تمام؟ جوه اللان بتاعتي، وأنا Enterprise ضخمة شوية لدرجة إن أنا عندي كذا File Server جوه الشركة بتاعتي. فايل سيرفر 1 فايل سيرفر 1 فايل سيرفر 2 فايل سيرفر 3، تمام؟ وكل دول متوصلين مع بعض، سواء شيرد على نفس السويتش على فكرة او في كذا مكان، مش شرط ان هو يكون فيزيكالي في نفس اللوكيشن، تمام؟ وعندي بالسي بتاع كلاينت. ايه؟ مش شرط على فكرة، ممكن فيزيكالي يكونوا متوزعين على كذا فرع، تمام؟ بس الفكره تاني ان انا عندي بي سي، البي سي ده عايز ياكسس فايل سيرفر منه، تمام؟ بس طبعا في حاجه صلاح، لو هما متفرقين في كذا فيزيكال لوكيشن مختلفين لازم اللانات تكون شايفه بعضيها عن طريق VPN. عن طريق ايه؟ VPN، تمام؟ ايوه كده، تمام؟ مش قوي كده يعني. المهم تاني ان البي سي دلوقتي ده محتاج ان هو يدخل على شيرد فولدر معين. طب يا ترى فين الشيرد فولدر ده؟ ما هو كل فايل سيرفر من دول وليه الاي دي بتاعه، كل فايل سيرفر من دول وليه ايه؟ الاي دي بتاعه. طب انا دلوقتي كبي سي ادخل على ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ هدو فيهم ولا لا؟ ما هو ممكن يكون انتربرايز ضخمة عندها 100 فايل سيرفر، هقعد انا افتكر بقى يا ترى الداتا اللي انا عايزاها موجودة عند انهي فايل سيرفر من دول؟ صح؟ عشان كده سيسكو مايكروسوفت سوري عملت لنا ايه؟ الدي اف اس كده؟ مايكروسوفت عملت لنا ايه؟ الدي اف اس، الديستريبيوتد فايل سيرفر. ايه الديستريبيوتد فايل سيرفر ده بقى؟ قال لك ده سيرفر موجود عندي في الشبكه عادي جدا، هسطب عليه سيرفيس او رول اسمها دي اف اس، وظيفته انه هيبقى عليه نيم سبيس. هيبقى جواه ايه؟ نيم سبيس. ايه النيم سبيس ده بقى؟ قال لك النيم سبيس ده جواه هيبقى كذا فولدر، هيبقى جواه ايه؟ كذا فولدر. الفولدرز دي اعتبروها شورت كات، بنسميها لينك، بنسميها شورت كات، تمام؟ يعني مثلا هيبقى جواها فولدر اسمه اتش ار، الداتا مش موجوده جوه الفولدر اتش ار، اتش ار ده في الواقع بيشاور على شيرد فولدر اللي على فايل سيرفر 4 اللي اسمه اتش ار، تمام؟ جواه فولدر تاني مثلا اسمه سي مثلا سيلز، سيلز ده مش موجود على الدي اف اس سيرفر، امال موجود فين؟ موجود على الفايل سيرفر 3، تمام؟ اقدر ان انا اضيف كام لينك او كام شورت كات لغايه 50,000، لغايه ايه؟ 50,000. اليوزر بقى لما يحب ياكسس مين؟ الدي اف اس. هو في واقع الامر احنا اتفقنا ان الداتا مش موجوده هنا، في واقع الامر ان كل اللي عباره عن شورت كات بيريدايركت الكلام ده على مين؟ على السيرفر المنافس. بس هي الفكره تاني ان انا بدل ما اتوه اليوزر يا ترى هو هيدخل على اي واحد من دول، لا انا هعمل ايه؟ هجمع له كل اللينكس دي، كل الشورت دي كلها في ايه؟ سيرفر واحد بس. لكن في الواقع هو هيروح لها كشورت كات، وفي الواقع دي اف اس بيريدايركت الكونكشن او بيريدايركت الريكوست على مين؟ الفايل سيرفر المنافس. طب النيم سبيس ده ده ممكن فولدر جوه اف اس 1 او اف اس 2 عادي جدا، او يعني فولدر او بارتيشن، مش لازم يكون مش اسم السيرفر يعني. لا تاني كده مش فهمت كويس، يعني الاتش ار بي سي اتش ار، تمام؟ الجهاز البي سي هيطلع عليه على دي اف اس، عاوز حاجه من الاتش ار، تمام؟ الاتش ار ديت بتشاور جوه مثلا وليكن الاف اس 1، قد تكون الاف اس 1 ده اسمه اتش ار او فولدر جوه اتش ار. لا الفولدر اللي جواه اسمه اتش ار، الفولدر ذات نفسه اللي شيرد جوه فايل سيرفر 1 مثلا اسمه اتش ار، تمام؟ هنشوف الكلام ده بعدين يعني دلوقتي، تمام؟ اعمل الكلام ده بقى ازاي؟ انا هنا عندي البرايمري دومين كنترولر، وده مكنه دي اف اس، وده فايل سيرفر هحط عليه شيرد داتا دلوقتي، تمام؟ والشيرد داتا هحطها على السيرفر اللي هو دي اف اس والفايل سيرفر ده، بحيث ان انا يعني يبقى عندي كان انا عندي ايه؟ 2 فايل سيرفر، اسيميليت كان انا عندي 2 فايل سيرفر. واضحه؟ اليوزر هياكسس مين؟
الدي اف اس، والدي اف اس هو اللي هيريدايركت يا اما على الداتا اللي موجود عليه يا اما الداتا اللي موجوده على الفايل سيرفر. يعني من الاخر اقصد يا اشرف ان الدي اف اس انا هتعامل معاه كانه فايل سيرفر وكانه دي اف اس كتوفير للمكان. يعني اليوزر يبقى بي تي سي، بي تي سي هتعامل مع البي تي سي ان ده اليوزر. واتبر انا ممكن اكسسه من نفس الجهاز على فكره، واتبر مش فارق معايا. تمام. طيب تعالوا نسطب الاول بقى كده الرول، اد رول، نيكست، نيكست. تمام. لو بصيت هنا في الرولز دي كلها مش هلاقي حاجه اسمها دي اف اس، بس دي اف اس ريليتد بمين؟ بالفايل صح. فلو ضغطت هنا تحت فايل اند سكازي هلاقي في هنا دي اف اس نيم سبيس، هلاقي في هنا ايه دي اف اس نيم سبيس، فهتشيك عليها. وكتمهيد لحاجه انا ناوي اشرحها بعد ما اخلص ده، هضيف كمان الدي اف اس ريبليكيشن. من الاخر اللي انا بعمله دلوقتي ملوش اي علاقه نهائي بالدي اف اس ريبليكيشن، بس انا بدل ما اقعد اسطب تاني انا بجهزها من دلوقتي واخلص. تمام. نيكست، نيكستات عادي جدا. يخلص بقى لما يخلص كده. تعالوا بس اجي على الفايل سيرفر ده واحط عليه اي داتا. عندي بارتيشن الاي اهو، هحط عليه مثلا فولدر هنا واسميه مثلا اتش ار ايجيبت. تمام. على اساس مثلا ان انا هسيميوليت كان انا عندي اتنين اتش ار، اتش ار اللي موجود في الفايل سيرفر اللي موجود في ايجيبت، واتش ار مثلا اللي موجود عند اليو كي مثلا. تمام. ونكتب هنا اي داتا كده سامبل، واروح برضو عند الدي اف اس ده. انا اتفقت معاكم ان انا هتعامل معاه برضو كانه ايه فايل سيرفر، فاجي هنا كاريت برضو فولدر اسميه اتش ار اندر سكور مثلا يو كي، فرع يو كي. تمام. واحط جواه اي داتا. تمام. نخلص بقى تسطيب وبعد كده هشغل الفيديو تاني. بعد ما اخلص انستليشن كلوز، لو جيت دلوقتي هنا تحت تولز هلاقي في هنا دي اف اس مانجمنت، ده الكونسول اهو. لقيت عندي هنا دي اف اس نيم سبيس، وقلنا تاني انا كنت مجهزه بس ايه الريبليكيشن لسبب تاني. تمام. عايزه كرييت الاول نيم سبيس، هكليك هنا يمين واقول له نيو نيم سبيس، وقلنا النيم سبيس ده اللي هيبقى جواه ايه اللينكس بتاعتي، الفولدرات اللي جواها اللينكس بتاعتي. تمام. مين هو السيرفر اللي هيهوست النيم سبيس؟ السيرفر اللي انا واقفه عليه. السيرفر ايه اللي انا واقفه عليه؟ اللي هو اسمه ايه؟ عشان كنا مغيرين الاسامي المره اللي فاتت. ده اسمه دايركت اكسس، المكنه دي بس اسمها دايركت اكسس اللي كنا عاملين عليها دايركت اكسس المره اللي فاتت. تمام. براوز ادفانسد فايند نيو، المكنه اللي اسمها دايركت اكسس، نيكست. طيب بالنسبه دلوقتي للنيم سبيس اللي هيهولد جواه اللينكس هتسميه ايه؟ سموا الاسم اللي انتوا عايزينه. بالمناسبه هيبقى مهم جدا بالنسبه لي الاسم، لان اليوزرز هيأكسسوا السيرفر بتاعي بالنيم سبيس. وتحت بيقول لي ايه رايك تسميه بابليك؟ ماشي اوكي، فور اكزامبل نسميه بابليك، والله ما انا مزعلك بابليك. طب بالنسبه للايديت سيتنجز ايه ده؟ البرميشنز صح؟ مش ده دلوقتي احنا شغالين شغل شيرنج؟ البرميشنز الناس هتاخد برميشنز ايه على الشيرد فولدر ده؟ تمام؟ اول يوزرز هاف ريد اونلي برميشن، ولا اليوزرز هاف ريد اونلي ورايت بيرميشن. تمام. الادمنستريتور معاهم فول واليوزرز معاهم ريد اونلي، الادمنستريتور معاهم فول واليوزرز معاهم ريد ورايت، ولا اكستمايز. ممكن نعمل ريموف ده وايد اليوزرز بقى اللي انا عايزاه والجروب اللي انا عايزاه صح. طيب سين انا دلوقتي هقول له مثلا ان الادمنستريتور معاهم فول اكسس واليوزرز اللي عاديين معاهم ريد اونلي. الراجل قال لي طب بصي بالنسبة للنيم سبيس اللي انت عملتيه ده، انا هكريت لك فولدر اصلا تحت السي اسمه دي اف اس روت واسميه بابليك. انا لو دخلت عليه دلوقتي تحت السي، تمام، دي اف اس انا لاقياه، لسه ما اتكريتش لان لسه ما اتكريتش النيم سبيس. بعد ما نخلص هلاقيه ظهر عندي. تمام اوكي.
نيكست. طب بقول لك ايه، انت عايزه النيم سبيس ده يكون نوعي، انت عندك اتنين مود، نوعين ممكن تشتغلي بيهم، يا اما دومين بيست نيم سبيس، يا اما ستاند الون نيم سبيس. يعني ايه؟ لو الجهاز بتاعي ممبر من الدومين، الافضل ان انا اختاره دومين نيم، دومين بيست نيم سبيس. لو الجهاز بتاعي ستاند الون ما هوش ممبر من الدومين، يبقى ما فيش قدامي غير الاختيار اللي هو الستاند الون. طب لو هو ممبر من الدومين، اقدر اختار واحد من الاثنين. على فكره الريكومندد ان انا اختاره دومين بيست نيم سبيس. هيفرق في ايه؟ اول فرق الريبليكيشن. المفروض كمان شويه باذن الله هعمل كمان نيم سبيس على سيرفر تاني، دي اف اس تاني، عشان يبقى فيه ريبليكيشن ما بين الاثنين، عشان يبقى فيه هاي افيلابيلتي، لو واحد وقع اليوزرز هيأكسسه التاني، صح؟ فالمفروض دلوقتي النيم سبيس ده هنقله على سيرفر تاني كمان، كمان شويه هنقله على ايه؟ سيرفر تاني، تمام؟ لو انا دلوقتي اخترت الدومين نيم، الدومين بيست نيم سبيس، الريبليكيشن هيتم عن طريق الاكتف دايركتوري ذات نفسه. الريبليكيشن هيتم عن طريق مين؟ الاكتف دايركتوري هو اللي هيبقى مسؤول عنه، تمام؟ انما لو انا اخترت الستاند الون كده، الاكتف دايركتوري ملوش اي علاقه نهائي بالريبليكيشن بتاعي، يبقى انا كده صعبت عليا الدم. حاجه كمان لو انا دلوقتي اخترت الدومين بيست نيم سبيس، فاكرين في الاوفر كلاستر؟ الاوفر كلاستر، تمام؟ الفيل اوفر كلاستر ده لو انا اخترت دومين نيم بيز نيم سبيس، تمام، مين اللي هيبقى مسؤول عن الهاي افيلابيلتي؟ الاكتف دايركتوري ذات نفسه، تمام، هيبقى فيه هاي افيلابيلتي ما بين الاثنين، وزي ما اتفقنا الاكتف دايركتوري هو اللي هيعمل ريبليكيشن ما بين الاثنين. لكن لو انا اخترته ستاند الون، عشان اقدر ان انا اعمل هاي افيلابيلتي لازم اشغل الفيل اوفر كلاستر. لازم اشغل ايه؟ الفيل اوفر كلاستر. وانتوا شفتوا في الاوفر كلاستر كانت الكونفيجريشن بتاعته عامله ازاي، تمام؟ فرق كمان، لو انا اخترت دومين بيز نيم سبيس، انا ممكن ساعتها افعل الاوبشن ده انيبل ويندوز سيرفر 2008 مود. ده ايه ده؟ معنى ايه؟ فوق بيقول لي لو انت وين كرييتد ان ويندوز سيرفر 2008 مود، ذا نيم سبيس هاي سبورت انكريزد سكيلابيلتي اند اكسس بيزد انيوميريشن. لو حد فيكم يتذكر كده ايه هو الاكسس بيست انيوميريشن، شرحناه قبل كده لما كنا بناخد الشيرنج. ده معناه ان لو انا فعلت الاوبشن ده، يعني ده معناه ان لو عندي يوزر ليه ديناي اكسس على الفولدر ده، ايه لازمته اساسا ان هو يشوفه في الشير؟ مش مثلا يشوفه ويجي دبل كليك عليه يروح طالع له كده يقول له لا انت دينايد، انت اكسس دينايد، ده اصلا ما يشوفوش. ده لو انا فعلت الاوبشن بتاع اكسس بيست انيوميريشن، تمام؟ خدوا بالكم من حاجه، مش معنى ان انا حطيت علامه الصح ده ان الاوبشن متفعل، لسه انا جوه البروبرتيز هفعله بطريقه ثانيه. انما لو انا اخترت الستاند الون، الاوبشن ده مش موجود، تمام؟ اخر فرق ما بين الاثنين الطريقه بتاعه الاكسس. قال لي هنا لو انت اخترتي النوع اللي هو الدومين بيست نيم سبيس، اليوزر هيأكسس الشير ازاي؟ باك سلاش باك سلاش، اسم الدومين على اسم النيم سبيس. لكن لو انت اخترتي ستاند الون، هيأكسسه ازاي؟ اسم السيرفر على نيم سبيس. وبالتالي انا كده بصعب على نفسي، اليوزرز اغلب الاوقات يعني هيبقوا عارفين حافظين اسم الدومين اكتر من اسم السيرفر، صح؟ فانا اختاره دومين بيز نيم سبيس نيكست. ده سامري عن الموضوع، كرييت سكسس ده اللي انا عايزه اشوفه، لو في اي ايرور هنا هيظهر لي هنا، تمام. ادي النيم سبيس اللي اتكلم. لو انا جيت عملت عليه كليك يمين وقلت له بروبرتيز، ده معلومات جنرال عنده، تمام. هنرجع تاني على الريفيرال دي كمان شويه ان شاء الله. لو دخلت هنا على ادفانسد بيقول لي انيبل اكسس بيست انوريشن فور ذيس نيم سبيس، مش انا كنت حطيت علامه الصح؟ صح، بس قلت لكم ده مش معناه ان انا كده فعلت الاوبشن بتاع الايه؟ الاكسس بيست انوريشن. امال افعله منين؟ انا كده سمحت لي ان انا افعله من هنا، enable access based enumeration. واضحة؟ لسه بقية الاوبشنز دي لسه معرفش ايه هي، والريفيرال لسه معرفش ايه هو، تمام؟ تعالوا بقى دلوقتي بعد ما انا كريت النيم سبيس نضيف جواه بقى الفولدرات اللي اتكلمنا عنها. فهاجي على النيم سبيس ذات نفسه واقول له نيو فولدر، هتسميه ايه؟ سي مثلا هسميه اتش اور، وبالتالي اليوزر هيأكسسه ازاي؟ باك سلاش باك سلاش، اسم الدومين على بابليك على اتش او. طب التارجت هو فين؟ مين السيرفر اللي بيهولد الشيرد فولدر ده؟ ات براوز، تمام.
انا كده باكسس السيرفر مين اللي اسمه دايركت اكسس. تمام. طب ممكن اقول له هنا ميك شور دي فولدر براوز على الاي، مش هو ده اللي انا كنت عايزه اشيره صح؟ واسمي الشير نيم مثلا، الاول اديله البرميشن كده اسميه مثلا زي ما هو يلا اتش ار اندرسكور يو كي. اوكي ده اول واحد انا ضفته. اوكي تعالوا نضيف واحد تاني. واخدين بالكم ان شكله عامل بالظبط كانه شورت كات؟ طيب التاني كليك يمين واقول له تاني ايه؟ نيو فولدر. تعالوا بس الاول اسمي ده اتش ار 1 مثلا. تمام. نعمل واحد تاني نيو فولدر واسميه اتش ار 2 اند براوز. انا مش عايزه المره دي بقى من السيرفر اللي اسمه دايركت اكسس، براوز ادفانس فايند ناو. انا عايزه السيرفر اللي اسمه بي سي، ده اللي هو الفايل سيرفر ده. تمام. اوكي شو شورد فولدرز او نيو شورد فولدر براوز هو ده. وبالمناسبه صحيح انا ممكن ان انا اكريت له واحد بايدي وهو هيشيره، هيكريته وهيشيره، يعني مش شرط ان انا ابراوز على فولدر اوريدي اكزيست، لا عادي جدا. يعني ممكن اقول له هنا اي واكتب له هنا اي اسم تاني بايدي، هيقول لي كده رساله يقول لي دازنت اكزيست ويروح مكريته. تمام. اوكي وادي البرميشنز اللي انا عايزاها واسميه مثلا اتش ار اندرسكور اي جي. انا دلوقتي عندي كام واحد؟ اتنين. لو جيت بقى على اليوزر، انا هفترض ان الدومين كنترولر ده هسيميليت ان ده اليوزر بتاعي. جه اليوزر فتح قائمة ران وكتب باك سلاش باك سلاش تي شوت دوت كوم على بابليك، لقى فيه ايه؟ اتش ار 1 و اتش ار 2. هو حاسس ده فين وده فين؟ لا انا عارفه ان اتش ار 1 ده اللي موجود على السيرفر اللي اسمه دايركت اكسس، وعارفه ان اتش ار 2 ده اللي موجود فين؟ على البي سي. تمام. دبل كليك بياكسس الداتا عادي جدا اهو، ولا هو عارف ده فين ولا هو عارف ده فين. واضحه؟ وبالمناسبه هو لسه بس هنا ما سمعش، يعني المفروض كمان شويه كده لما بدا يظهر اهو بابليك على بدأوا يسمعهم. ايه ده هو بيصر في الدي ان اس؟ يا ريت الدي ان اس بس، ده بيصر كمان في الاكتف دايركتوري. هو ظهر هنا ازاي؟ ده بنسميه على فكره يو ان سي، اليونيفرسال نيم كونفينينت، يو ان سي. الباث اللي انا كتبته ده اسمه ايه؟ يو ان سي، يونيفرسال نيم كونفينينت. تمام. عارف منين الاسم ده وظهر لي دروب داون ليست؟ لو انا جيت دلوقتي هنا على الاكتف دايركتوري اللي هو السيرفر مانجر ودخلت على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، لو ما ركزتش مش هديك الفيديو بتاعت الانجليزي. هنا دلوقتي انا بدور على حاجه هنا كده اسمها سيستم مش لاقياها، فهاجي على فيو واقول له ادفانسد فيتشرز تحت سيستم. لو دخلت هنا على دي اف اس دي اف اس دومين سيستم توبولوجي لا سوري انا دخلت على مسار غلط، دي اف اس كونفجريشن ثانيه دي اف اس اور. تمام. دخلت تحت بابليك، مش بابليك ده اللي انا مكريته صح؟ وكريت كام جواه كام لينك؟ اثنين لينك اهو. يبقى فعلا اي تعديل انا بعمله في الدومين كنترول في الدي اف اس سيرفر بيسمى على مين؟ على الجهاز ده، على الاكتف دايركتوري.
عشان كده قلت لكم ان الاكتيف دايركتور هيبقى مسؤول عن عمليه الريبليكيشن. عارف منين؟ ما هو سمع عنده اهو. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى ايه حوار ان انا ممكن اعمل دي اف اس تاني. انا ممكن اجي على النيم سبيس اللي انا كريته ده واقول له اد نيم سبيس سيرفر. اد نيم سبيس سيرفر ليه؟ سيناريو مثلا افترض ان انا عندي فرعين للشركه بتاعتي، ادي الفرع الاولاني وادي فرع تاني، وفي ما بينهم وان كونكشن. في ما بينهم ايه؟ وان كونكشن. احنا عارفين طبعا ان الوان كونكشن السرعات بتاعته بتبقى ابطا. الفرع الاولاني ده مثلا في كايرو والفرع التاني ده في زجزج. تمام. كايرو ده هيبقى عندهم الدي اف اس بتاعهم، دي اف اس بتاعهم زي مثلا هسميه دي اف اس 1، وده هيبقى عندهم دي اف اس 2. هما كمان عندهم دي اف اس. ليه؟ اصل انا اكيد يعني مش عايزه ان اليوزر بتاعي اللي موجود هنا ده البي سي بتاع الكلاينت، تمام، عايز يروح لفايل سيرفر. تخيل بقى ان هو حتى لو عايز يروح للفايل سيرفر ده، فايل سيرفر معاه في نفس اللوكيشن، فايل سيرفر. تخيل بقى انه عشان اصلا يروح للفايل سيرفر ده هيروح الاول للدي اف اس، والدي اف اس هو اللي هيعمله ريدايركت على مين؟ على الفايل سيرفر. ده ايه وجع القلب ده؟ عشان كده ريكومندد طالما فيزيكال لوكيشن مختلف اعمل لهم هما كمان ايه؟ دي اف اس تاني. اعمل لهم ايه؟ دي اف اس تاني. تمام؟ وهيحصل ما بين الاثنين ريبليكيشن. خدوا بالكم من حاجه، الداتا ذات نفسها ما بيحصلهاش ريبليكيشن. مين اللي بيحصل له ريبليكيشن؟ النيم سبيس، الاختصار بالظبط، الشورت كات. تمام؟ طيب تعالوا بقى نعمل الكلام ده. هاجي على السيرفر التاني اللي هو الفايل سيرفر اللي انا مسميه فايل سيرفر، وسطب عليه هو كمان الرول مانج، اوبس، اد رول، نيكست. نعم، تحت فايل اند سكوزي. لو جيت هنا يا دي اف اس نيم سبيس، وبالمره برضه هسطب بالريبليكيشن عشان اللي بعد كده انا مش محتاجاه، مش حاليا مش محتاجاه، اللي انا بشرحه دلوقتي ده لغايه دلوقتي انا مش محتاجه فيه الريبليكيشن. نيكست نستول، يخلص تسطيب وبعد كده نكمل. خلص اهو. تمام. لو جيت دلوقتي على الدي اف اس الاولاني اللي انا عملت عليه نيم سبيس، قلنا تاني ممكن اجي على نيم سبيس واقول له ايه؟ اد نيم سبيس سيرفر. طب انت عايزه تنقلي النيم سبيس سيرفر ده على مين؟ على السيرفر اللي اسمه بي سي، مش انا مسميه بي سي السيرفر الثاني ده؟ تمام؟ لا، البي بي سي ده اللي هو الاكتف دايركتوري. وممكن اقول له هنا ايديت سيتنجز عشان لو حبيت ان انا اعدل في اي حاجه في البرميشنز. اوكي. تمام؟ لو رحت دلوقتي على الفايل سيرفر ده وجيت افتح التولز دي اف اس مانجمنت، ايه اللي حصل هنا؟ هو انا كريت ده؟ هو سمع لوحده؟ ايه؟ لا سحر ولا شعوذة، صح؟ هو سمع لوحده ليه؟ ما انا رحت على السيرفر الاولاني يا اشرف وقلت له ابعت اللي عندك لمين؟ للسيرفر اللي اسمه بالسين. ابعته للسيرفر اللي اسمه ايه؟ بالسين. واضحة؟ ولو جيت هنا تحت السين مش هلاقي ليه؟ ادي الدي اف اس روت اهو، ما هو خلاص اتنقل. انا صحيح ما كريتش النيم سبيس بايدي بس خلاص اتنقل، وبالمناسبه ما ليش بيرميشن عليه. انا ليا بيرميشن ثرو الشير. ثرو ايه؟ الشير. لكن لو حاولت ادخل عليه من تحت السي ما ليش بيرميشن عليه. تمام؟ وطبعا الفولدر ده اكيد برضو اتكريت عند مين؟ الدي اف اس ده. واضحه؟ تمام. دلوقتي اليوزر، اليوزر البي سي ده لما يحب ان هو ياكسس شير معين هيروح لدي اف اس منهم، هيروح لمين؟ من ناحيه بالمسافه مثلا بالمتر ولا ايه بالظبط؟ المسؤول عن كده سيرفر اسمه ريفيرال، سيرفر اسمه تمام.
شباب شباب سيرفر اسمه ايه؟ ريفيرال. نرجع هنا تاني واجي هنا واكليك يمين واقول له بروبرتيز تمام؟ اهي ريفيرال اللي هو مين؟ سيرفر الاكتف دايركتوري. سيرفر الاكتف دايركتوري هو المسؤول انه يوجه اليوزر يروح للدي اف اس 1 ولا للدي اف اس 2. بناء على ايه؟ قال لك ممكن يكون بناء الديفولت على اللوست كوست. ايه اللوست كوست ده؟ فاكرين الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز؟ احنا صحيح لسه هناخدها انتيتيز اكتر في الماده الثالثه باذن الله، بس لو تفتكروا كده الاثنين دول بالمناسبه هيتحطوا عندي في سايت واحد، او كل واحد يتحط في سايت تمام؟ وكل سايت ممكن ان انا اديله كوست. الكوست الاقل ده اليوزر هيروح له. الكوست الاقل اللي ايه؟ اللي اليوزر هيروح له. اللي اقرب. تمام؟ او ممكن اقول له راندوم اوردر، ممكن اقول له ايه؟ راندوم اوردر. هو فعلا هيروح لمين؟ للي موجود معاه في نفس السايت. تمام؟ او ممكن راندوم. انا وحظي مره كده مره كده طبعا مش ريكومندد. او اكسكلود تارجت اوت سايد اوف ذا كلايت سيركت. يعني ما اعتقدش ان انا احط علامه صح او اختار الاختيار ده بصراحه. معنى كده ان انا ده اكسكلود سيرفر مثلا معين ان هو يطلع ايه؟ من التارجت ده خالص. الكلايت بتاعي ما يروحوش. تمام؟ فانا هسيبها على لوست كوست. تمام؟ وحاطط لي هنا ممكن احط هنا علامه صح على ايه؟ كلاينت فيل باك تو بريفيرد تارجت. يعني لو راح مثلا لسيرفر معين ما قدرش انه يوصل له يحاول يروح له تاني، ما يروحش للتاني مره واحده، لا يحاول يروح له تاني لان ده البريفيرد بالنسبه له. طب لو دخلنا هنا على ادفانسد نقرا بقى هنا كده. How do you want to optimize pooling? Optimize for consistency ولا optimize for scalability؟ يعني ايه؟ name space server pulls the primary domain controller الجهاز الرئيسي البي دي سي ايميليتور each time the name space change. يعني من الاخر المسؤول عن عمليه الريبليكيشن هو البرايمري دومين كنترولر. المسؤول عن عمليه الريبليكيشن هو مين؟ البرايمري دومين كنترولر. الاوبشن ده معناه ان المسؤول عن عمليه الريبليكيشن هو الدومين كنترولر اللي معاه في نفس السايت. هنا طبعا في حالتي مش هتفرق لان انا ما عنديش غير دومين كنترولر واحد بس. لو كان عندي دومين كنترولر في كل سايت الاوبشن ده هيفرق. تمام؟ في اي مشكله كده؟ طيب الكلاينت راح لسيرفر معين، الكلاينت راح لايه؟ سيرفر معين، هيروح مكايش المعلومه دي عنده لمده قد ايه؟ 300 ثانيه باي ديفولت. ثانيه ثانيتين 300 ايه؟ ثانيه باي ديفولت. في اي مشاكل في ده؟ تمام. ممكن برضو على فكره ان انا كنت اديت هنا قول له هنا مثلا نيو سبيس تقريبا سوري على البتاع ده نفسه على البتاع ده نفسه ريفيرال نفس الاوبشنز اهي ادفانسد صح ريفيرال مش هي دي نفس الاوبشنز بس لو تاخدوا بالكم الاوبشن ده مقفول على مستوى بقى الفولدر ذات نفسه المستوى ده ايه مقفول او الجزء ده مقفول الاختيار ده مقفول ممكن اقول له هنا بقى اكسكلود تارجت outside of the client site تمام؟ client full back يعني معنى كده ان انت بت override الاوبشنز اللي انت ظبطتها تاني؟ انت كده معناه ان انت بت override الاوبشنز اللي انت عملتها على مستوى النيم سبيس نفسه تمام؟ وعلى مستوى اساسا الفولدر انت بتكيش لمده 1600 ثانيه باي ديفولت تمام؟ خلصتها؟ اخر حاجه بس عشان يبقى خلصنا ده كنا على مستوى الفولدر بروبرتيز تمام شفنا الريفيرال ادفانسد يعني متهيألي واضحه يوز انهيرتد بيرميشنز البيرميشنز اللي انا واخداها من النيم سبيس او ممكن ان انا اقول له لا حط لي بيرميشنز جديده كونفيجر فيو بيرميشن واد واحط البيرميشنز اللي انا عايزاها على مستوى النيم سبيس ده او على مستوى سوري الفولدر ده جوه النيم سبيس خلاص تمام نوقف بقى الفيديو ده كده